أهلا بكم في السلطة الرابعة الذي نتناول فيه دوما أبرز ما تداولته الصحف المحلية والعالمية وكذلك المواقع الأخبارية عبر الإنترنت. عناوين اليوم: الموقع بوست العفو الدولي تقول أن 24 يمنيا من الطائفة البهائية يواجهون خطر الإعدام في صنعاء. في العاصمة أونلاين، محلل سياسي يمني يقول ليس من مصلحة اليمن استهداف حزب الإصلاح. أما في صحيفة البيان الإماراتية فقد عنونت تحرير الحديدة معركة إنسانية لإنقاذ اليمنيين من الحوثي. مرحبا بكم، والبداية من موقع يمن مونيتور والذي تناول تحليلا يقول فيه إن فوضى المجلس الانتقالي تعزز من مخاوف واشنطن من سيطرة الجماعة المتطرفة في الجنوب. كذلك بيّن الموقع أن زيارة القائد العسكري الأمريكي قائد القيادة المركزية الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف فوتييل إلى عدن استبقها جاءت عشية التصعيد الذي دعا له المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن والمحافظات الجنوبية وتخللتها أعمال فوضى وقطع للطرق. قالت كذلك مصادر عسكرية اليمن مونيتور أن هناك مخطط للانقلاب على الشرعية والسيطرة كذلك على العاصمة عدن من قبل القوات الموالية للانتقالي. كان السيناريو المطروح بقوة بعد دعوة الانتقالي للتصعيد، لكن زيارة القائد العسكري الأمريكي ولقائه برئيس الأركان العامة في قصر معاشيق أفشل هذا المخطط. يقول كذلك موقع يمن مونيتور إن تلك الزيارة تخللت إلى تفقد قاعدة العند الجوية والتي تعد مؤشرا إلى استئناف الولايات المتحدة التعاون مع الحكومة اليمنية لتأهيل الجيش اليمني والذي يقف بسبب انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر لعام 2014. كيف عملت الإمارات على طمس ضربات مدمرة في الحديدة للهروب من تداعياتها؟ بهذا السؤال تناول موقع اليمن نت تقريرا قال فيه: مع اشتعال المعارك مجددا في محيط الحديدة اليمنية طفت على السطح طريقة جديدة في وسائل الإعلام الإماراتية لطمس ضربات جوية مدمرة للتحالف السعودي الإماراتي على مواقع ومنشآت مدنية بالقرب من مناطق المواجهات شرقي المدينة. الخبير العسكري علي الذهب أكد كذلك بشكل قاطع أن الهجوم جاء من الأعلى بغارات جوية، مستشهدا بما توضحه اللقطات التي بثتها الوكالة الإماراتية التي جاءت مجتزئة بشكل واضح، كما أن أثار الدمار في قوس النصر والمحطة تؤكد هذه الفرضية. أضاف الذهب في حديث لليمن نت بعد فحص المشاهد والاطلاع عليها، أضاف أن الضرب كان بصواريخ طيران ضربا مركزا وفق صور وأحداثية سابقة، حيث تظهر كذلك الصور التضرر جانب من المعلم التذكاري وليس كله، وهو ما ينفي رواية التحالف الذي قال إن الحوثيين فخخوا المعلم التذكاري وقاموا بتفجيره. في الحادثة الثانية قالت الإمارات إن الحوثيين أحرقوا مخزنا للإغاثة تابع لمنظمة الغذاء العالمي داخل مطاحن البحر، لكن المنظمة الدولية فندت الرواية الإماراتية وقالت إن جهة مجهولة أطلقت قذيفة صاروخية على المخزن التابع للمنظمة والذي يقع في ساحة المعركة المحتدمة بين كيلو 16 وكيلو 10. الموقع بوست سلط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها الطائفة البهائية والذين يواجهون خطر الإعدام في صنعاء، حيث حذرت منظمة العفو الدولي من أن 24 يمنيا ينتمون إلى الطائفة البهائية قد تصدر بحقهم أحكام بالإعدام في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين على خلفية انتمائهم الديني. بحسب الموقع فقد قالت مديرة قسم الأبحاث التابع للمنظمة في منظمة الشرق الأوسط لين موغلوف أو معلوف: هذه اتهامات ملفقة وإجراءات غير عادلة لمحاكمة أتباع الطائفة البهائية على خلفية ديانتهم. دعت لين معلوف إلى إطلاقهم فورا، مطالبة الحوثيين المدعومين من إيران بوضع حد لتحكمهم بالنظام القضائي.
الموقع ذكر أيضا أنه في يناير كانون الثاني لعام 2018 حكمت السلطات الحوثية على سجين الرأي البالغ من العمر 52 عام حامد حيدرة، حكمت عليه بالإعدام بتهمة التعاون مع إسرائيل وزعم وثائق رسمية. قد صدرت هذه الحكومة بعد اعتقال حميد حيدرة منذ ديسمبر كانون 2013، وكانت نتيجة لعمليات معيبة بشكل أساسي، بما في ذلك اتهامات ملفقة ومحاكمة جائرة ومزاعم ذات مصداقية بأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز. ناشط سياسي يقول: السكوت عن ما يتعرض له الإصلاح في عدن سيدفع ثمنه الجميع. بهذا العنوان تناول موقع الصحوة تقريرا يقول فيه إن الناشط السياسي خالد اللبود قال إن السكوت على ما يتعرض له حزب الإصلاح اليوم في عدن وبعض المحافظات من محاولات لشيطنته وتهديد أفراده وملاحقتهم والتحريض عليهم أمر خطير سيدفع ثمنه الجميع غدا. تابع أيضا اللبود في مقال له: ينبغي على كل من ينتمي أو يتمنى عودة العملية السياسية ويسعى لإسقاط الانقلاب كذلك وإعادة تفعيل العمل المؤسساتي إلى الدولة أن يقف صفا واحدا ضد كل الممارسات التي قال أنها لا تمس حزب الإصلاح فحسب، بل تمس العملية السياسية برمتها وتسيء إلى كل من يعمل على استعادة عملية البناء للدولة الحديثة، دولة المواطنة والتبادل السلمي للسلطة والشراكة الوطنية في الثروة وكذلك السلطة. وفقا للموقع، فقد نشر إصلاح عدن يوم أمس إحصائية مفزعة لسلسلة الانتهاكات التي استهدفت قيادات وكذلك أعضاء ومقراته ومنازل منتسبيه بالمحافظة خلال 3 أعوام. بلغت هذه الحالات من الاغتيالات التي استهدفت قيادات وأعضاء وناشطين الحزب 10 حالات، فيما بلغت حالات الاعتقال 4 حالات، وكذلك بلغت حالات المداهمات 4 حالات، كما بلغت حالات إحراق واقتحام مقرات الحزب 4 حالات أيضا. موقع العاصمة أونلاين قال إن الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد جميح أكد بأن الحملات الممنهجة التي يتعرض لها حزب الإصلاح لا علاقة لها بالحق المشروع في انتقاد الأداء السياسي للحزب ولن تنجح، مشددا على التركيز على دحر الانقلاب. قال كذلك جميح في منشور على صفحته في فيسبوك تابعها موقع العاصمة أونلاين أن هناك حملة ممنهجة ضد حزب الإصلاح اليمني باستهداف كوادره وقياداته لحمل بعض عناصره لخيارات القاعدة، كذلك ليسهل اتهامه بالإرهاب أو الضغط عليه لإرغامه على التنسيق أو التحالف مع الحوثي، ليسهل أيضا اتهامه بمساندة الانقلاب، وفي الحالتين سيسهل ضربه والتخلص من قوته كما يتصور الذين يستهدفون الحزب. بحسب الموقع أيضا، فقد لفت جميح إلى أن الإصلاح فيما يبدو مدرك لأهداف الحملة التي تستهدفه، وهي في الأخير رغم كلفتها من دم الإصلاح ستصب في صالح الحزب على عكس ما هو كما بين الكاتب على عكس ما هو مخطط لها بكل تأكيد حسب قوله. قال كذلك الكاتب جميح: إن استهداف الإصلاح ليس من مصلحة البلاد، ومحاولات اغتيال الحزب ماديا ومعنويا لن تنجح، والتركيز على دحر الانقلاب أولى من فتح جبهات جانبية تطيل أمد هذا الانقلاب. صحيفة البيان الإماراتية قالت إن العملية العسكرية الجارية لتحرير الحديدة من قبل قوات الجيش الوطني تستند لأهمية إنسانية بالغة لتخليص ساكني المدينة من إجرام ميليشيا الحوثي وبطشهم، وكذا تخليص بقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها. كذلك أوضحت صحيفة البيان بأن العميد الركن عبد مجلي الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية يؤكد على اكتساب معركة تحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي أهمية بالغة في جهود تحرير مختلف المناطق المتبقية تحت سيطرة الانقلابيين المدعومين من إيران، وفي تأمين ممر الملاحة الدولية وتحقيق القدرة الكاملة لتأمين كافة المياه الإقليمية في البحر الأحمر. وفقا لصحيفة البيان كذلك الإماراتية، فقد
أضاف مجلي بأن تحرير ميناء الحديدة يؤكد عزم دول التحالف العربي والجيش اليمني على استكمال تحرير الوطن اليمني من ميليشيا الحوثية الإيرانية وحماية اليمن من الأجندة الخارجية الإيرانية وإحباط كذلك تنفيذ مخططاتها. من جانبه يشدد الخبير الاستراتيجي والعسكري العقيد يحيى أبو حاتم بأن العملية العسكرية ستكون خاطفة وسريعة وهناك قوات كبيرة جدا على الأرض ومرافقة جوية وبحرية لعمل أو لكي تعمل على الأرض، ولذلك فإن الميليشيا غير قادرة على إدارة المعركة مما يضطرها للانكفاء ومحاولة التمترس داخل المدينة وأحيائها للاحتماء بالمدنيين وافتعال أزمة إنسانية داخل المدينة. في الختام نصل إلى كاريكاتير هذا اليوم، نلقاكم مجدداً.